مرحبا حبيبي. أهلين. شو خير شو فيك؟ في خبر حلو كتير بده يطير عقلك ورا. الله يسامحك، إذا خبر حلو ليش جبتيني كرفتك؟ قلتي قولي لي إياه على التليفون. هذا الخبر بالذات بده ينقال العين بالعين. ها هاي العين بالعين. أنا حامل. شو عم تقولي؟ حامل. عن جد عم تحكي؟ ما عم صدق. يعني أخيراً أخيراً رح أشوف ابني قبل ما أموت. ما تحكي هيك بعيد الشر. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. احكي لي تحكي. هيك ها الله يسمعنا الأخبار الطيبة. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك بعمرك. بس بتعرف شو؟ أفكر صراحة. الموضوع ما تتحمل الكذب أكثر من هيك. طيب وأنت بتضمن ردة فعل؟ كيف يعني؟ يعني إذا أنت خبرتها لمرتك إنك كنت عم تكذب عليها كل هاي الفترة، بتضمن تضل معك؟ بقول لها إنه اضطريت أعمل هيك لأني بحبك. اسمعني منيح قلت. مارق على راسي من نمرة مرتك خير الله، والنسوان ما بيجوا غير هيك، غير بالكذب ما بيمشوا. فخليك ماشي باللي اتفقنا عليه للأخير، مشان ما تخسر كل شيء عملته، بالأخص هلا صار في بالضرب ولدها. ممكن تنزله. قولتك بتعملها؟ والله انت سيد اللي عارفين اذا هي بتعملها ولا لا. يا سيدي لعلمتها اول مره ما عندها مشكله تعملها ثاني مره. هذا هو حكينا، لذلك من هون لوقتها انا بلاقي لك حل، خليك ماشي بالموضوع للاخر. هو هيك. ان شاء الله الف الف مبروك حبيبتي. طار عقلي من الفرح لما خبرتيني على التليفون. بعرف وانا مبسوطه كثير. ورد طار عقله لو بتشوفي شو صار فيه وقت خبرته. بس هيك انا غاصه. اوف ليش؟ خصي هيك حاسس حاله حيعيش 100 سنه ويشوف ابنه، صار متشبث بالحياه اكثر. ما هي هيك الحياه بس حلوه. وراح تصير احلى بوجود الولد. ورد طول عمره نفسه بولد. هلا راح يصير اب. شام انت لازم ما تفكري غير بحالك وبالبيبي اللي راح يجي، هي لازم تكون اولى اهتماماتك. شفتي دكتور؟ لا بس رح اشوف دكتورتي نفسها اللي وقفت عندها بحملي الماضي، تتذكريها؟ ايه بتذكرها كثير كانت شاطره. بس حبيبتي كمان لازم تروحي عند الدكتور اللي عم يعالج وردة زوري. ليش بقى؟ مشان تتاكدي انه اذا الاب عنده هذا المرض ما ينقله للابن. شو الحكي بيسان؟ ايه حبيبتي لانه لا سمح الله اذا طلع شيء ما منيح تتصرفي. هيك رايك؟ ايه طبعا. بس لا تخافي ان شاء الله ما في شيء. مرحبا دكتور. يا اهلا اهلا وسهلا. يا اهلا مدام تفضلي. تذكرتي؟ اه طبعا ولو على عيني حضرتك مدام. تقول الاستاذ ورد الهادي. تفضلي تفضلي. يا اهلين مدام. كيف الاستاذ؟ كيف صحته؟ الحمد لله ماشي الحال. بس حضرتك بتعرف انه هذا المرض له تداعيات كثير ووجع الراس الحقيقه ما بفرقه ابدا. طبيعي. الحقيقه هذا المرض من الامراض المعقده. لحد الان الطب ما وصل لعلاج حقيقي له، حتى اسباب هذا المرض غير معروفه. لكن غالبا العامل الوراثي بيلعب دور كبير فيه. تمام. وانا الحقيقه مشان هيك جاي لعندك دكتور. انا حامل. وحابة أتأكد من حضرتك إذا الجنين ممكن يحمل هذا المرض بالوراثة ولا لا؟ والله هذا الموضوع بعمل غيب يا مدام، يعني ما فينا نعرف إذا كان الجنين مصاب أو لا، ممكن يكون مصاب وممكن يكون لا. يعني في إمكانية ابني يكون معه مرض سرطان؟ سرطان؟ سرطان شو مدام؟ ليش مين عنده سرطان لا سمح الله؟ ورد زوجي. ما هو عم تعالج عندك؟ لا لا عفوا الموضوع فيه سوء تفاهم. حسب ما خبرني الاستاذ ورد انه عنده برنامج وثائقي عن مكافحه مرض السرطان، وطلب مني اخبي الموضوع عنك حتى تبين القصه حقيقيه ويكون رد فعلك عفوي وطبيعي. عفوا دكتور قلت لي برنامج؟ برنامج من غير تصوير يعني كيف؟ لا لا كان في تصوير، كان معه المحامي رامز صديقه وحطوا كاميرا وصوروا وكان في كاست وكل شيء كان مرتب تماما.
ورد ما له مريض؟ انت متأكد؟ مدام الأستاذ ورد ما عنده غير الشقيقة وعم بياخد المسكنات اللازمة وهذا كل شي عنده. مدام في شي أنا بقدر فيدك فيه؟ العمى العمى شو طلعت غبية غبية، كل الوقت عم يضحك علي وأنا مثل الهبلة. شو علي يا ورد الهادي؟ حقك، ومن قليل صرت نجم، حتى علي عم تمثل ورامز عامل مصور كمان. بسيطة شبك حبيبي؟ شو صاير لك؟ فيك شي؟ فجأة أنا واقف بمطبخك نزل ضغطي، حسيت حالي دخلت وبدي استفرغ. سلامتك سلامتك. الله يسلمك يا رب. لازم تاخذ دواء وتبل مثل الأولاد الصغار. تفضل مسك الحبة لجب لك. من سلام كبيتها يا شاطر؟ فكرني مالي شايفتك. ما جلس وشرب. ما على قلبك شر إن شاء الله. ما عزبك معي حبيبتي. شو الحكي هذا؟ أنا مالي غيرك بالدنيا حبيبي. وأنا مالي غيرك. قوم ريس، بدي أخذك مشوار. فتلي بالسيارة. والله مالي حيل. لا عم بلا بتغير جو. طيب يلا دقيقتين بس لغسل. يلا ناطرك على بيت مهلك. ألف سلامة. لا لا ما فيني شيء. بس لما عم وقف بدي شو عم يصير لي، عم بحس حالي ضليت. العمى ما أوقعك. لإمتى بدك تضل تسوق بالكذبة؟ لإمتى؟ هالشربة كلها أمرك، هي تاني وحدة. شفت كيف غيرت لك جو؟ هاي. هلا وسهلا. كيفك ورد؟ مشتاق لك كثير. وانا كمان. ليك شو عندك الاسبوع الجاي؟ ما في شيء معين، بعتقد شويه مواعيد لها علاقه بالشغل. بس قولي لي في شيء؟ لانه انا عندي اجازات كثير بصراحه، جاب علي روح مشوار انا وياك. ولوين المشوار؟ شو رايك نشد على بيروت، نقضي كم يوم حلوين ونرجع؟ شو عليه؟ منشد؟ بالله بلكي كان عندك تصوير. ما تاكلي هم، بيستنوا. دخيلك شو في وراهم يعني. اتفقنا. باي. اول اثنين سواك. الله يسلمك. عندك هون تسلم. مشتاق انت الحبيب، حجزت لك نفس السويت اللي عملنا فيه شهر العسل.
هيك انا رح ادوش فرد البنت. اوكي يا كستال. حاسة جسمي حاطت كأنه لي شي سنة ماني نايم. لا مو وقت النوم هلا، قوم صحصح ودوش والبس، خلينا نعمل فتلة. الله يخليك. معك حق، انت من قاعدين بالاوتيل حاسة حالي ميت من جوعي. وانا كمان. غير ثيابك لغير ثياب، يلا يلا. يا ستي هي أحلى مفاجأة بتسوي ليها بحياتي. ولسه لما تسمع المفاجأة الثانية اللي عملت لك إياها رح تنبسط أكثر. هاتي لشوف. هذا يا سيدي
بكرة أخذت لك موعد من أشطر دكتور بالعالم، خصوصا بلبنان. دكتور شو؟ ولو دكتور مختص بمرضك. لا لا شو دكتور، الله يخليكي، ما بدنا هالقصة. أصلا الأوراق موجودين والتحاليل والصور كلياتهم بالشام. ولو خايف عليه؟ تحاليلك وصورك صاروا عنده من زمان. بس ما في داعي لهالقصة كلياتها. أصلا الدكتور اللي أنا عم اتعالج عنده هذا بروفيسور، هذا أهم دكتور بالعالم. ما دخلني، بدك تروح؟ لا لا ما رح روح، خلص مستحيل هذا الموضوع، سكري عليه الله يخليكي. طقر النكد معي، خلص هيك عم تنشي هالمشاكل النكد. طقر روحي فهم علي، شام ورد بشو احسن منه، واحسن منه مشتي يسافر برا الشام، مشتي يشم هوا. يا اختي هني ما سافروا لانه رايحين يرقصوا ويسهروا، اخذته يستجم لانه مريض زعلان عليه. بركي على فكره بحب ذكرك انه شام وورد وضعهم مو احسن من وضعي، يعني انا وضعي نفس الشيء، انت دافن حالك بين القضابير والشغل والمحاكم وهاملني بلا سفر لك، نحن مطعم ما عم نطلع ناكل، ما عم نشم هوا. هلا لولا هي القضايا والشغل تلبسي هيك؟ تسكني ببيت مثل هاد، بتغيري موبايلك كل شهر لاخر موديل. يا بيسان يا رامز افهم علي، ما بدي هيك، بدي شويه حنيه شويه اهتمام. والله اللي بيسمعك بفكرك مقصر بكل شيء بحياتي معك. شو بكي بيسان؟ ما بني شيء، خلص رامز ما عم بدي احكي. خلص مثل ما بدك. قديش صار لك هيدي الحالة؟ تقريبا شي 3 اشهر. ودكتورك شو خبرك؟ قديش معك مهلة لإيصال السرطان للذروة؟ يعني كمان نفس الشي 3 اشهر. أنا برأيي تغير الدكتور. ليش؟ مانو ليش يعني؟ حسب الصور والتحاليل اللي بعطيهم مدام، جوزك بيعيش أكثر من 8 اشهر. والمرض السرطان مش متفشي بالشكل الكامل، بده شوية وقت بعد. يعني ممكن ورد يعيش أكثر من 8 شهور دكتور؟ هيك المفروض. انت منك ملاحظ انه الألم خفيف بعده؟ يعني بحبة مسكن يمكن يروح؟ بلا دكتور، مرات بيمرق نهار بكامله وما بيحس بوجع الراس. شو عم خبرك؟ دكتور انت شو عم تحكي؟ انت متأكد من هذا الشيء اللي عم تقوله؟ شو عم تحكي؟ من شو بدي اتأكد؟ ما كلمتي واضحة مثل عين الشمس، في جزء بسيط من السرطان بالدماغ. لحظة دكتور، أكيد في غلط، لازم نشوف دكتور ثاني. ولا؟ نعم؟ مو هيك القصد بس. قومي نمشي. عن اذنك دكتور. شو صار فيك يا ورد؟ شو صار؟ كذبت الكذبة وصدقتها. يا شام، ومين نزل على الشام الله يخليك. شو صاير عليك؟ خلينا نكمل الأسبوع، أنت بحاجة تغير جو. لا ما عاد أقدر. فجأة ما بعرف، حسيت طبقة صدري ونفسي داق وركبي. خلينا ننزل على الشام. حق معك حبيبي، حق معك، ما أنا سهلة. بس أنا عم أقول نام الليلة وبكرة الصبح نسافر. لا هلا قومي دبي الغراض بسرعة شام، ما عاد أقدر. طيب بس هدي حالك، أوكي؟ قبل ما تجي بيسان، عود منك عود. لقيت لك خطة بتجنن. اسمعني منيح،
رح تقول لمرتك انك مسافر على شي بلد اجنبي لانه في طبيب هنيك فهمان كتير وانت عم بتراسله. طبعا انت لا حتسافر ولا شي، رح اطلع انا وياك كم يوم برات البلد نطفي موبايلاتنا نروق راسنا نرجع لهون على اساس عملت عمليتك وطيبان. شو رايك؟ ما في داعي، حلت القصة. كيف انحليت؟ لا تقلي انه خبرت لمرتك انك عم تكذب. لا ما فهمت. طلع معي سرطان عن جد. شو؟ هيك ما بكفي، لازم أعمل فيه فيلم أكبر. بس شو هو هالفيلم يا ترى؟ لا عمال القصة بالأفلام ما بتصير. ليك صارت. طيب أنت متأكد إنه هذا الدكتور فهمنا؟ لك شو فهمها بروفيسور، شهاداته مدري من كم دولة أخذنا. لا ما والله شغلة بتطير العقل من الرأس. وقت مدريد وجايني اعود لنوم نفسي سادة اللي عم باكل عم بشرب ركب يمسك زحقة بحسس كانه هيك في ربوسك خانقني بجدي. كذبنا الكذبة عم صارت حقيقة. يا رب دخيلك يا رب يا رب. شو هذا عم يصير يا رب؟ شو عم تساوي بحالك؟ هات من ايدك لشوف. انت بتعرف انت شو مريض؟ انت مريض بالسرطان. سرطان مو لعبه يعني. وهي السيجاره من قلد اعدائك بتنساها. دخيلك يعني اذا ما دخنت حزيد عمري يوم. خلاص ميت ميت. ما تحكي هذا الحكي. انت قوي ورد، وكنت حسك بالأول إنك منسجم مع قدرك ورضيان فيه. ليش هيك فجأة تغيرت؟ ما بعرف. ولا أنا بعرف. عم حس كل شي فيني تغير. عم حس ركبي ما عم يحملوني، نفسي سادة، نقطة مي ما عم بحسن أقبلها. خلص راح كل شي. ما تحكي هيك. الله لا حيضرني فيك ولا رح يحرمني منك. حتى التصوير ما عاد نزلت. ما بيصير هيك يا ولد. خلص بدي اعتزل. ما عاد بدي اشتغل. شو هي تعتزل؟ مشان شو؟ مشان انا عم صور نص التصوير موت وعطل الناس؟ لا خليني قاعد ببيتي احسن ما يشوفوني. بكره بعمل كيماوي وبهر شعري. ما تكمل الله يخليك ما تكمل. بدك يا بس تدخين امي. شبك ورد، رح اعتبر حالي ما سمعت كل هذا الحكي. كيف يعني؟ ما حدا بيعمل هيك حركة. مزبوط، بالشكل الطبيعي ما حدا بيعمل هيك حركة. بالشكل الاعتيادي واليومي ما حدا بيعمل هيك شيء. بس لما تكون عم تموت بيختلف الموضوع. لأنه إذا عم تقصد مشان ابنك هو رح ياخذ حقوقه القانونية بشكل طبيعي. أولى بدون لف ودوران. قصدك اللي بده يورثني. شوف رامز، أنا معي شوية مصاري ممكن يكفوني بهالكم يوم اللي باقيين يعني اللي بهالدنيا. بس أهم شي أمن شاب وأمن اللي ببطنه. هذا اللي بيعنيني، ما بيعنيني أي شي تاني. بس ورد هيك ما بيصير لحد البلا ولا شي. خلاص يلي عم قوله بده يصير. تنفذ اللي عملك عليه الله يرضى عليك. ها thank you.
الو لين يا امين. لا لا بالطريقه مسوق. لا قرار نهائي خلص، انا بطلت بك اخي، اعتزلت. اشتكوا للنقابه، اشتكوا لمين ما بدكم، خلص الموضوع بالنسبه لي منتهي. لك الله وكيلك، لا في عمل تاني ولا في ارتباط تاني. لا لا القصه مو قصه مصاري، انا في عندي ظرف. لا مو اشاعه مزبوط. نعم سيدي، معي سرطان بالدماغ. غيره شو بدكم؟ جيب لك تقرير طبي لحتى تصدق؟ الله معك. اهلين حبيبي. شو بورت؟ منهار على خير، منتهي. ليش في شي جديد؟ قلت بدي اكتب بالاملاك وبيس مرته. ليش؟ شو بيعرف من العافية؟ بس اذا شفتيه لشان تجيبي لسيدي. لا لا اكيد ما راح اقول. فايت ارتاح شوي. الو مرحبا شام. اهلين بيسان، كيفك؟ انا الحمد لله. دريتي شو مكتوب بالصحافه عن ورد؟ لا شو في؟ كل المواقع الالكترونيه على النت منزله انه هو اعتزل بسبب السرطان. اه والله؟ ايه ما بعثت لك الرابط على الواتس. ما فتحت نت هلا بشوفه. الله يعافيه يا رب، كثير زعلت عليك. ما تزعلي على غالي حبيبتي. الله معك. هيك ما بيصير انك تفقد الامل بالدنيا تتحول لانسان ضعيف، وانا بعرفك كثير حدا قوي يعني، والدليل وين وصلت بمهنتك. لوين بدك توصل؟ لحتى تطلع من حاله الكابه اللي انت فيها ورد. سويت الاوراق اللي وصيتك عليهم. كمان هذا الموضوع بدي احكي معك فيه. هذا الموضوع تحديدا ما بدي اياك تحكي فيه. ورد اللي عم تعمله غلط. لا تعلي صوتك الله يخليك. اسف علي صوتي لاني اكل همك، انت بتعرف شو عم تعمل؟ شو عم بعمل؟ عم بعمل؟ أنا ما بعرف شو عم بعمل، بس اللي بعرفه شغلة واحدة، هذا الموضوع ما بدي أحكي فيه نهائياً. الله يرضى عليك. انتهى. تفضلي. شو هدول؟ هدول الوراق بدون توقيعك. شو يعني؟ يعني ورد تنازل لك عن كل شيء بيملكه وكتبه باسمك. شو هالحكي؟ ورد بده يأمن على ابنه وخاف يكون معك بنت، والبنت ما بتقطع بالميراث، يعني الوردة رح تتشتت بينك وبين البنت وبين اخواته. بس أنا مستحيل أقبل. مش الحال مو بقيان غير توقيعك.
شاب ورد بده مصلحتك ومصلحة ابنك حبيبتي. بده اياكي ما تتعذبي بعد ما يموت. ورد ما رح يموت. شبكون يا جماعة ما رح يموت. شام ورد كان عرفان انك ما رح توافي فبعد معي هي الرسالة. شام حبيبتي اللي عشت معها أقصى لحظات العشق، من وقت ما عرفتك كتبت لي حياة جديدة، سافرت معك لسعادة سرمدية، حبيتك بصدق، ولما رحتي حسيت حالي متت. شام الحلوة اللي بدي أقول لك يا اليوم هو اعتراف بذنب ارتكبته بحقك، إن شاء الله تسامحيني على كذبتي البشعة. أنا ما كنت مريض بالسرطان، هاي كذبة اخترعتها مشان نال عطفك وترجعي لي، بس هاي الكذبة تحولت لحقيقة، وهذا غريب. يمكن هذا عقابي إني ما كنت معك منيح أبدا، عقابي على كل لحظة روحتها وأنا عم بتعامل معك بطريقة منيحة، وبتمنى منك تقبل الإمضاء على الوراق اللي بعت لك ياهو مع رامز، لحتى أكون هيك وصلتك أنت وابني اللي ببطنك لبر الأمان. سامحيني أرجوكي ورد الهادي. جيت ونفذت خطتك، بس بدي منك توقعي هالوراق وتريحيني قبل ما اموت. انت ما رح تموت ورد؟ بلى انا رح اموت وكلياتكم تعرفوني رح اموت. سامحني ورد. انت اللي لازم تسامحيني، انا تعبتك معي كتير وهنتك وضربتك، بالاخير كذبت عليك، بس لاني بحبك. انت كذبت علي مو لانك بتحبني، انت كذبت علي لحتى تسترجعني، لاني انا غرض من اغراضك، مثلي مثل نجوميتك، مثل سيارتك، موبايلك، مثل معجباتك. بس أنا كمان كذبت عليك. أنت مالك مريض ورد؟ لحظة شو عم تقولي؟ أنا قررت أدخل باللعبة معك. أنت مالك مريض؟ الدكتور اللي بلبنان أنا متفقة معه، قررت عاقبك،
قررت دوقك الشي اللي دوقتني، بس الفرق بين كذبي وكذبك اني انا ما تحملت وجعك ايام، انت تحملت تعيشني بهذا الالم اشهر. انت بفتكر المريض لحاله بينجح، انا كل نهار كان ينقص من عمرك، كان ينقص من عمري. كل ما اشوفك موجوع كنت موت. اللي بيحب التاني ما بيخوفه ورد، اللي بيحب التاني بيحسسه بالامان. لا ما رح اوقع عليهم، بس ابنك رح خلي، رح استنى، بابي رح اتركه مفتوح الساعات اللي بتحب ترجع وتترك نجوميتك على عتبة الباب وتقدر تشوفني من جوا. انا بابي مفتوح، بس اتذكر ورد، الزمن ما بيستنى حدا، لا بينطر مزاجك ولا بينطر وقتك ولا بينطرك وقت يجي على بالك تكون أب أو تكون زوج.